سناء كنت فين؟ أبدا كنت في الصيدلية بجيب الدواء بتاع سارة. صباح الخير يا هنا. صباح الخير يا بنتي. ازيك يا مدام زهر؟ إن شاء الله تسلمي من كل راضي. رايفة هانم مشكورة، وافقت إنها تيجي عشان تشوف سارة وصلت لغاية فين. دي معجزة يا هانم. اتفضل. الحمد لله. اتفضل. سارة فين يا سارة؟ معرفش يا دكتور، مش حضرتك قلت لي أسيبها على قد ما أقدر؟ مستحيل يكون الدكتور قال لك كده يا بنتي. أنا هانم كنت عايز سارة تاخد ثقة في نفسها. مش دي هدوم سارة بتاعت المستشفى؟ أنا غيرت هدومها. تكون عملتها وخرجت من المستشفى. هتخرج تروح فين يا سناء؟ هي قالت لي الصبح إنها هتعرف تروح جنينة الحيوانات لوحدها. طب سارة ما خرجتش من هنا؟ ما اختلتش فيها خالص النهارده يا دكتور. طب وما عدتش حتى راحت الجنينة؟ مستحيل يا دكتور حد يخرج من البوابة دي من غير أنا ما أشوف. طب اسمع بس، المدام هتقول لك هي كانت لابسة إيه؟ حتى لو لابسة قطة يا دكتور برضه هعرف مين اللي خرج ومين اللي دخل. اصلها كانت لابسه هدوم عاديه، ما كانتش لابسه هدوم المستشفى، وجايز لما خرجت قدامك انت احتمال تكون انت افتكرتها زياره وخرجت عادي. يستحيل يا دكتور حسن. ايه اللي هيخليها يستحيل بس يا عم مهدي؟ اصل البوابه دي يا دكتور ليها نظام دقيق جدا، بتخرج الدكاتره والزوار ولا تخرجش العيانين، والا كانت العيانين بقى هربت وخرجت وهربوا من العلاج. علشان كده يا دكتور انا عارف كل الدكاتره اللي جوه المستشفى، واللي يعني اشك فيه كده ولا كده ابص على الكارنيه بتاعه وهو خارج. طب والزياره؟ الزياره بقى باخد اسانيهم واحد واحد وواحده واحده، علشان كده يستحيل ان حد من الزياره يبات جوه المستشفى ولا حد من العيانين يخرج بره المستشفى. عرفت بقى ليه يا دكتور حسن يستحيل؟ يا رب استر يا رب، يا رب جيب العواقب سليمه، ده احنا ما صدقنا ربنا شفاها. اهمال حالة زي دي ازاي تتساب لوحدها؟ خالد ومراد كان عندهم حق، لازم ننقلها من المستشفى دي، على الاقل ده مش هيتكرر تاني. ما تقلقيش يا ست هانم، تلاقيها بس بتلعب في الجنينة ولا هنا ولا هنا وزمانها جاي. هي بتعرف تروح اي حتة لوحدها كمان يا زهرة. ها لقيتوها يا دكتور؟ هنلاقيها ان شاء الله هنلاقيها، بس انا متأكد دلوقتي ان هي ما خرجتش من المستشفى. طب هتكون راحت فين؟ محدش يقدر يعرف سارة ممكن تروح فين ولا بتفكر في ايه. صباح الخير. صباح الخير. اتفضلي. حاسبي. ايه؟ كنت هتقعدي على منيره. منيره مين؟ منيره خطافه الرجال. جعالة. اسمها منير. فين منيره دي؟ ايه؟ قاعده قدامك اهي. مفيش حاجه قدامي، ما هو هوا هو هوا هوا. اللي قاعده بتاكل سندوتشات خيار مخلي. هو انت بس اللي شايفه منيره دي، ما انا مش شايفه حد خالص. انت هتعملي زيهم ولا ايه؟ زي مين؟ انت هتقولي بقى مفيش حد بقى وكده؟ فين؟ يا ميت بختك يا ليلى، يا حظك يا ليلى. انت بتعيطي ليه؟ انا ما عملتلكيش حاجه. طب انت استني بس، هي فين منيره دي؟ هي دي؟ معلش انا عيني وجعاني، انا ما يعني خلاص شفت انا منيره. ازيك يا منيره؟ ما تسلميش عليها. ليه؟ دي خطفت خطيبي مني. خطفت خطيبك؟ وحشه منيره دي. اضربيها. اضربها فين؟ ايه؟ طب اضربيها معايا اهي. اضربيها بقى. اهو يا منيره، يا وحشه يا منيره. كده احسن. خلاص ضربنا منيره. بصي بقى، مش لازم نقعد مع منيره احنا خالص، خلي منيره تقعد في المكان كله. ايوه يا وحشه. هو هنا في حد قاعد هناك هنا؟ لا بيقعدوا معايا هنا بس. طب انا ممكن اروح اقعد هناك هنا؟ طيب انت اسمك ايه؟ انا اسمي ساره. هو حضرتك دكتوره هنا يعني؟ لا انا عيانه زيك كده. امال مش لابسه هدوم عيانين ليه؟ لو انت مش عاجباك الهدوم اللي انت لابساها البسي زي الهدوم بتاعتي. وانا هجيب الهدوم الحلوه دي منين؟ دي باين عليها غاليه قوي. هاتيها من عند حسن. بصي انا هخلي حسن يجيب لك هدوم حلوه زي دي. اوعي تكوني بتكدبي عليا. انا مش بعرف اكتب على حد.
طب حسن هيجيبهم لي امتى؟ بكره هخليك يجيبهم لك بكره. انت اسمك ايه؟ اسمي ليلى عبد السلام محمد عبد الغفار. ايه ده؟ انا اسمي ساره بس، انت ليه عندك اسم كتير كده؟ قولي ليلى بس. اقعدوا ساكتين بقى. مين دول اللي اقعدوا ساكتين بقى؟ هو انت بتكلمي مين يا ليلى انت؟ الناس دول بس كلام في سرك، دول ناس وحشين قوي، ظلموني، ربنا يسامحهم بقى. ربنا يسامحهم بقى. ايه ده؟ هو انتوا ليه كلكم على بعضكم قاعدين في اوضه واحده وسايبين بقيه الاوضه؟ ليه كلكم قاعدين في الاوضه دي يعني كلكم مع بعض ليه؟ عشان احنا هنا عيانين فقر. يعني ايه عيانين فقر؟ يعني مش عندكم بابا وماما؟ انا كمان ما عنديش بابا وماما. لا، عيانين فقرة يعني ما عندناش فلوس. ما عندكوش فلوس؟ طب ما تاخدوا فلوس وتروحوا تشتروا بيها فلوس. ما احنا ما عندناش فلوس عشان نشتري بيها فلوس اصلا يعني. اصلا يعني؟ طب انا هخلي حسن يديكم فلوس عشان تروحوا تشتروا بيها فلوس. حسن ده باين عليه جدع قوي، مش زي حمدي. حمدي مين ده بقى؟ حمدي الخضار اللي سابني وراح اتجوز منيرة. اهو قاعد قدامك اهو، اللي لابس جزمة من غير شراب ده. سارة ما تشاوريش. ليه؟ اعملي نفسك كده يعني مش واخده بالك، اصل امه بتبص عليكي قوي. امه مين؟ امه التخينة الحولة اللي هناك دي. حسبي يا سارة. ايه قعدت على حد؟ لا قعدت جاي تضربني. متربني؟ اصل عايزة تعرف مين اللي كسر المعاش. مين المعاش؟ الحق يا سارة. مين المعاش يا رولا؟ ما تضربيهاش عشان انا اللي كسرت. مشيت اصلا هناك اهي، بعدت خلاص. اقعدي اقعدي اقعدي. انت باين عليكي عيانه طيبه قوي وبنت حلال كمان. انت كمان. بصي انا هخلي حسن يجيب لك هدوم كتير وفلوس كتير ومقاشة غير اللي اتكسر. هو حسن مين ده اصلا يعني؟ اخوكي؟ لا، حسن ده يبقى حسن يعني يبقى اصل انا مكسوفه اقول. شوفة مين انا يا ساره؟ ده انا اختك ليلى، انا صاحبتك. قولي لي بقى مين حسن ده؟ بصي حسن ده يبقى حبيبي. حبيبك؟ عيب يا ساره. ايه ده انت بتعلي صوتك ليه؟ انا مش بقول لحد غير انت. عشان انا صاحبتك. عشان انت صاحبتي يعني هنبقى اصحاب كده على طول. ها واحنا تجري بقى كل يوم يجيلك كل يوم. ادي ما تخافيش يا سارة. ادي ما تخافيش، دي سيدة صاحبتي. صاحبتك برضو؟ مالها عاملة كده ليه؟ لسه واخدة جلسة كهرباء. بيكرهبوها؟